كانت جميلة الجميلات في زمانها، وخلال فترة قصيرة تربعت على عرش نجمات الشاشة العربية بأدوارها المميزة. هي الفنانة جيهان نصر اللي تعرفت لجيل التسعينات بفريال فراولايا، وده في المال والبنون، وفاطمة في المسلسل المعروف من الذي لا يحب فاطمة. جيهان واجهت متاعب كبيرة بسبب جمالها، لكن الشائعات اللي طردتها كانت أقوى منها، فاعتزلت الشاشة وسابت مصر خالص. في سنة 1972 اتولدت جيهان نصر ودخلت كلية رياض الأطفال، ولفتت بجمالها الأنظار، فكانت ملامحها الجميلة بوابة دخولها مجال الإعلانات. شاركت في أعمال درامية وسينمائية بدأت سنة 1985، وده في فيلم فوزية البرجوازية. بعدها توالت العروض الفنية، فوقفت قصاد النجم محمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات. جيهان نصر شهرتها الكبيرة جت بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون سنة 1995، والدور ده عملته جيهان كبديلة لفايزة كمال اللي واجهت معاناة مع ساري عربي أبعدها عن الدور كنوع من الاضطهاد، علشان تحل محلها جيهان نصر. ومع بداية التسعينات احتلت جيهان نصر عرش الجمال على الشاشة المصرية والعربية، لكن بعدها بدأت تواجه ضغوط أحد وزراء الرئيس الأسبق مبارك اللي أطلق ضدها الشائعات. يا ترى مين هو؟ وإيه هي نوع الضغوطات دي؟ وهل فعلاً كان السبب في اعتزال جيهان نصر التمثيل ومغادرة مصر نهائياً؟ التقارير الإخبارية قالت إن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بعدما ألقي القبض عليه في أعقاب ثورة يناير انكشف عنه أسرار كتيرة عن علاقاته بالوسط الفني، ومنها السيناريو اللي مارسه ضد الفنانة جيهان نصر لتجنيدها. المعلومات بتقول إن جيهان اتعرضت لمضايقات غريبة من نوعها علشان يتم تجنيدها من قبل الشريف، وده لصالح جهة رسمية في الدولة بعدما هددها بنشر أفلام غير لائقة ليها. الغريب بقى إن جيهان نصر لما واجهت ضغوطات صفوة الشريف كانت في عز مجدها الفني، ولما رفضت طلبه بالتعاون معاه أطلق ضدها الشائعات، ومنها تصريحه الغريب اللي قال فيه صفوة الشريف إن جيهان نصر دخلت الفن لاصطياد عريس مش علشان الفن. وبعدها بدأت جيهان نصر تشتكي لعدد من أصدقائها الفنانين، منهم الفنان سمير غانم اللي كان بيدافع عنها ورشحها مع المسرحية المحظوظ وأنا. المسرحية دي اتعرضت في بيروت سنة 1997، وقتها كانت جيهان في قمة عطائها، يعني شاركت في 8 أعمال فنية، فيلمين وخمس مسلسلات ومسرحية. وفي بيروت شافها رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، واللي بينتمي لعيلة معروفة وكبيرة في السعودية. سعود غير إنه بيزنس مان معروف، كمان شاعر كبير غنى ليه كبار النجوم العرب زي نوال الزغبي ونجوى كرم وإليسا وغيرهم. سعود شربتلي كان بيشوف مسرحية المحظوظ وأنا، وده بشكل يومي حباً في جيهان نصر لأنه كان معجب بيها، وهي بدأت تلاحظ ده. حاول سعود يقابل جيهان بعيداً عن شغلها لكن معرفش، فطلب من سمير غانم يساعده في ترتيب لقاء يجمعه بجيهان، وده اللي حصل فعلاً. وخدوا بقى المفاجآت، لقاء سعود شربتلي بجيهان نصر استمر دقايق، عرض عليها رجل الأعمال مهر 1.5 مليون دولار، وده كان رقم كبير قوي في سنة 1997. في ناس تانية قالت إنه عرض عليها 18 مليون دولار، لكن ده كان مبالغ فيه، لكن الأكيد هو 1.5 مليون دولار، بالإضافة لتوفير إقامة ليها ما بين مدينة جدة ولندن وكندا. وافقت جيهان على جوازها من سعود شربتلي، ومن فرحته أرسل سعود طيارة خاصة علشان تاخد أسرتها من القاهرة، ومن بيروت طارت جيهان على لندن ومنها على كندا. وبعد زواج جيهان نصر استمر صفوة الشريف في مطاردة جيهان نصر، لكن قررت الاختفاء نهائيا واعتزلت الشاشة، وده بناء على طلب جوزها. اختفت جيهان نصر وما ظهرتش إلا بعدها بسنين يوم وجع يونس شلبي، ولما عرفت بحالته تكفلت بمصاريف علاجه. وفي سنة 2012 شافها الجمهور من خلال صور ليها هي وبناتها مع الفنان يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدي، وده أثناء مشاهدتهم مسرحية الملك لير. وحاليا بتعيش جيهان نصر أيامها مع جوزها سعود الشربتلي وأبنائها الأربعة، 3 بنات وولد، وده ما بين جدة ولندن والقاهرة وكندا.